الحقيقة المفروض كان أنه في أول حادثة طاقة كان رئيس الدولة يخرج للشعب التونسي يعمل خطاب أنه الدولة وكانوا الموضوع ذي كانوا في ديبير حاجة معناها كانوا أكسيدان دروت صار في قرية من القرى وفي في ريف من الأرياف. هذه نمع على واحدة من الاثنين، إما أن الدولة هذه والمسؤولين رئيس الدولة ورئيس الحكومة ما همش واعين بالمرحلة اللي دخلتها تونس، لأن احنا باعتقادنا وأنه كانوا هذه مقدمة نوع من التطبيع الذهنية العامة نتاع المواطن التونسي على أننا رانا مش ندخل في حرب نتاع اقتتال. خاطر شو معنى هذه؟ معنى هذه ثم جيش منظم في بصدد مواجهة الجيش الرسمي يزرع في الألغام ويحضر ومن يدريك أنه مش قاعد يحضر في عمليات أخرى يزرع في الألغام. شو معنى يزرع في الألغام؟ معنى في الجبال يعني فأنه السلطة أن السلطة ما تكونش معناها واعية بالشيء هذا معناها أنها راهي سلطة غير كفء أو غير قادرة على قيادة البلاد، وإلا أنه من جهة أخرى أن السلطة متواطئة. وأنا شخصيا نقدر الحاجة الثانية أنها سلطة متواطئة لأنها تواترت أنباء كثيرة على أنه في كم من مرة يقع الإذن معناها القوات الجيش قوات الحرس بعدم التعرض لبعض معناها عناصر إرهابية. قالوا ثم إشكالية هناك أي حاجة هذه من هذه. والحاجة الثالثة أنا اعتقادي أنه هنالك في هذا الكل ثم لعبة سياسية الآن محاولة توجيه أنظار واهتمام الرأي العام والشعب التونسي على الدستور وعلى الـ معناها المولود معناها الفظيع اللي أنجدته هالمداولات الطويلة أكثر من عامين تاع المجلس التأسيسي على الدستور هذا محاولة تلهيث الشعب التونسي على المعركة هذه. لذلك احنا نعتبر أنه يلزم الشعب التونسي يفيق ويرد باله، وأنا على قناعة أن لا المناورة السياسية هذه ولا التواطئ هذا مش تعبرهم.